الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر. عرف سيدنا عمر رضي الله عنه بقوته في الحق، ولقب بالفاروق لأن إسلامه كان فارقا كبيرا في تاريخ الإسلام. وقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فكانت الإجابة في حق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وكان يقول له: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو سلك ابن الخطاب طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر. ويقول حافظ إبراهيم مصورا جانبا من قوة سيدنا عمر بن الخطاب في الحق، يقول: كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، أي إذا دعاك الضعيف واستغاث بك بالله استجبت لضعفه ووقفت إلى جانبه حتى يأخذ حقه، كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم أخفت قويا، وكم أخفت قويا ينسني تيها، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، وإن تخاصم راعيها وواليها. القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. هذه مقولة أبي بكر ومقولة عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. يقول حافظ: كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم أخفت قويا ينسني تيها، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، وإن تخاصم راعيها وواليها، ولا القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والفاروق قاضيها. ولما قيل لسيدنا خالد بن الوليد في موقف من المواقف: إنها الفتنة يا خالد، قال: أما وابن الخطاب حي فلا، وهال صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، فهان في عينه ما كان يعظمه من الأكاسر ملوك الفرس، فهان في عينه ما كان يعظمه من الأكاسر والدنيا بأيديها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين راضيها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. لما أراد سيدنا عمر أن يهاجر خرج إلى الكعبة فطاف متمكنا، وصلى ركعتين خلف المقام متمكنا، ثم خاطب قريش: يا معشر قريش، من أراد أن تثقله أمه، أن تفقده أمه، أو ييتم ولده وتؤرمل زوجته، فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر. ولم يسبق أن هاجر كما قال الإمام علي أحد قبل عمر رضي الله عنه جهرا، فلم يتبعه أحد إلا جماعة من الضعفاء نصحهم وأرشدهم ومضى إلى سبيله.
كتب إلى عامله أبي موسى على الكوفة: يا أبا موسى، آسي، سوي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعاها واليمين على من أنكر. ومع ذلك كانت هذه القوة تضم بين جنبات سيدنا عمر رحمة كبيرة. يقول: كنت خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت سيفه في الحق، كنت خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفا له في الحق، فكان يغمدني إذا شاء. اسكت يا عمر، مهلا يا عمر، يسكت ويقول: ومات رسول الله وهو عني راض والحمد لله على هذه. ثم كنت خادما لأبي بكر وسيفا له في الحق، يغمدني متى شاء، ومات وهو راض عني والحمد لله على ذلك. فلما أهل الأمر إلي ضعفت هذه الشدة وتحولت إلى رحمة، وخفضت رأسي ليطأها أهل العفاف والتقوى، ولو علموا ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه. ومضى يوما على واد فقال لأصحابه: لقد رأيتني وأنا عمير أرعى إبل الخطاب، وكان غليظا يتعبني، وها أنا قد صرت أمير المؤمنين. فقال له أحد أبنائه: ما حملك على هذا يا أبي؟ قال: إن أباك قد خشي أن ترفعه نفسه فأراد أن يضعها. فما أجمل عدله وما أجمل رحمته. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.